احبابي وحباباتي اللي هم معايا. الموضوع تاع اليوم هي اكثر 6 اشياء دوختني، هبلتني، جننتني، خرجتني من عقلي، وكنت نضيع بزاف وقت وانا خممي فيها لما كنت صغيره تحت 5 سنين. هذا الموضوع خيرته لنا حبيبتنا ليليان، نقولها اكبر تحيه ليك، ميرسي حبيبتنا ليليان على هذا الموضوع. وهي توجور كانت تقترح عليا مواضيع وكنت نخليهم من اجلهم. هذا هو اليوم اللي راح ندير لك الموضوع اللي كنت حابته. الو ليليان قالت لي واش هي اكثر 5 ولا مع بالي شي اشياء اللي هبلتني، اشياء اللي كانت تنرفيني بزاف وماكش نفهمها على الناس كي تمشي تهز يديها. عبالي بلي هذا كيسيون ستوبيد، حاجه غبيه، مي كنت صغيره كانت تبان لي حاجه كي نمشيو علاش نهزو يدينا. انا جامي شفت واحد يمشي ما يهزش يديه، توجور نمشيو نهزو يدينا كيما هكا ما عباليش علاه، مي بوركو على الناس كي تمشي تهز يديها. هذه وحده من الصوالح اللي هبلوني كي كنت صغيره، كنت صغيره بليتو. حاجه واحده اخرى هبلتني وخممت فيها بزاف لما كنت صغيره هي البحر واليابسه. اليابسه هي الارض هذه اللي رانا فوقها، البحر بحر باين هذاك الماء الكبير. المهم شكون اللي فوقه؟ اسكو البحر فوق اليابسه ولا اليابسه فوق البحر؟ اسكو اليابسه تعوم فوق البحر ولا البحر جاي فوق الارض؟ حاجه كانت مهبلتني وكنت توجور خمم فيها ما بيليش عليه. حاجه واحده اخرى كانت مهبلتني ومجنتني، قالوا شوفوا هنا راني دايره ليست اكثر 6 صوالح هبلوني. انسان اللي زيد عمى واش ينوم واش ينوم واش ينوم واش ينوم، واحد زايد عمى جامي في حياتو شاف حاجه شو ينوم شو ينوم شو ينوم، ما بعرف ما بعديش. المهم مازال حدا انا هاد الكيستيون مهبلني وما بعديش الواحد اللي زايد عمى شو ينوم. المهم حاجه واحده اخرى هي ايه، كاع كنا صغار كنا نجيبو حيوانات نلعبو معاهم ولا نبغو نشوفوهم كيما هكا. الوغ انا اكثر حيوانات اللي كنت مهووسه بهم هي حلزونات. الحلزونات كان يهبني الحلزون كيش نقدر نفرق ما بين حلزون ذكر حلزون انثى، وهل الحلزون يتزوج وكيش يدير يجيب دراري. ومهبلتني الحلزونات وكنت توجور نقعد هكا ندير عليها تجارب وقعد نبز لها في عينيها بلي تو هي ماشي عينيها وهي هنا قرون الاستشعار تاعها. وانا كنت صغيره كنت نشوف العين تاعها وين جايين. وحاجه واحده اخرى كتهبل في الحلزونات كنت توجور نحوس لها عقلها وين جاي، اسكو عقلها جاي في ديك في الراس هذاك اللي ياكل منه واللي عندها قرون الاستشعار، ولا عقلها جاي في ديك الدار اللي موراها، ولا ما عباليش كاع. وكانت مهبلتني بزاف الحلزونات الديدان دود. حاجه اللي كانت مهبلتني في الدود لما كنت طفله صغيره تحت 5 سنين هي الدود كيش اللي ديرتنا تحت الارض. اسكو الدود عنده ريه؟ اسكو الدود عنده ريه وصارين؟ كنشوف الدود حاجه هكا دوده نقعد غير ما عباليش نقعد نشوف فيها ندير فيها تجارب، نقعد ما عباليش نبغي نفهم صوالح كيما هكا. قلت لكم على الحلزونات، قلت لكم على البحر، قلت لكم على الناس كي تمشي تهز يديها. ايه كان حاجات كنت صغيره كانت مهبلتني بزاف بزاف بزاف، وليا لماذا يوجد لغات كثيره لهجات كثيره؟ علاه كاين بزاف لغات وهاد اللغات كيف حتى جات في الحقيقه حد الان مازال ما باليش. ولي سيفري انا كنت صغيره نشوف واحد يهضر اونغلي واحد يهضر فرونسي واحد يهضر بالدارجه واحد دارجه تاع الويست مش كيما دارجه تاع مع بالي الشاه. المهم كنت مهبلتني هادي كيفاش كاين بزاف دارجات وكاين بزاف لغات وش هي مي جاو شكون اللي صنعهم. انا صنعتو لنا بزاف لغات. وحاجه واحده اخرى اللي كتهبلني هي علاش الناس اللي يهضروا بايزوم يقول لك كلمه وهو معناها كاع حاجه واحده اخرى. طاقة كلمه عندها 10 معاني. الوغ علاش تعيو في روحكم؟ كنت نقول علاش هذا البنادم ولا الناس اللي اخترعوا اللغات ما صنعوش اللي هو التخاطر، معناها نحكي معاك بعقلنا هذوك اللي في افلام خيالي. المهم حاجه واحده اخرى قلت لكم على العمى، قلت لكم ايه حاجه واحده اخرى كانت مهبلتني بزاف 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 هي فريجيدار. توجور كنت لما نبلع فريجيدار نقعد هكا نطل شكون اللي كان يطفي الضو شكون اللي كان يشعل الضو في الفريجيدار. بيان سور هذه كنت صغيره دركا سيب ورانا كبرنا وعرفنا، مي لما كنت صغيره وعبالي اكثريتكم داروها اللي هي كي تروح للفريجيدار كيما هكا تحلها تقعد تشوف في الضو هكا وين يطفى وين يشعل. وهذه حاجه كانت مهبلتني انا لما كنت صغيره واحده منكم. ايه النجوم هذه حاجه 7 ماشي حاجه ما قلت لكم 6 مي غادي ندير لكم 7. كنت مهبلتني النجم الشمالي، نعرفوا بلي النجوم يتحركوا النجم الشمالي على توجور قاعد في الشمال بايزون كي يتحرك على باليش من الجنوب ولا مع باليش كيما هكا. والدب القطبي والدب الشمال هذاك الدب الكبير الدب الصغير تاع النجوم على توجور متستفين في هذاك الشكل بايزون علاه ما يبدلوش الاشكال تاعهم. هادو صراحه كانوا مهبليني بزاف 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 لما كنت صغيره وتوجور كنت خمم فيهم كيما هكا. حاجه واحده اخرى كنت مهبلتني كنت صغيره شنو ايه كنت نشوف طيارات في السما كيما هكا يقعد كيفاش يطيروا كيفاش يديروا باش يطيروا.
لما كبرنا وفهمنا وعرفنا بصراحة كاين شي صوالح بزاف كنت في صغيرة خامة فيهم ومازال لحد الآن ما عرفتهمش وبالك كي نتفكرهم راني نحوس عليهم. المهم احبابي وحبابتي راني بارطاجيت معكم شمال اكثر 6 اشياء ولا 7 اشياء اللي هبلوني جنوني وخلوني وحيروني لما كنت صغيره وكنت دائما خمن فيهم. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وكاع عجبوا الناس اللي حبوا يقرعجوا عليا وكاع الناس اللي كانوا يسقسوني خاصه الناس اللي معايا توجور اللي يحكوا معايا فيسبوك تاعي لاباج فيسبوك تاعي الانستغرام تاعي. ما تنساوش ديروا لي هاشتاج لي فوتو تاعكم باش ندير لكم جو. نبغي كاع نشوف لي فان تاعي كاع كيما داروا ونبغي نتواصل معكم على الور كي تروحوا لل كتبلي حاجه في الانستغرام تاعك دير هاشتاغ دي هي تمازغه وانا نروح نشوف لي فوتو تاعكم. نقول لكم نحبكم تهلاو في روحكم وميرسي ومليليان حبيبتي ميرسي على هذا الموضوع. اتمنى يعجبكم ويعجبكم موضوع تاختكم ليليان اللي هي خيرتها لنا.